السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الملعب الشرفي بمدينة مكناس ومباراة الجولة 13 بين فريقي النادي المكناسي وفريق الجيش الملكي. مباراة قوية، مباراة بتطلعات مختلفة بين فريقين يعني في وضعيتين مختلفتين. فريق النادي المكناسي صاحب الأرض والجمهور من أجل انتزاع نقاط فوز ثمينة وغالية يمكن أن تبعده شيئا ما عن مناطق ذيل الترتيب. بالمقابل فريق الجيش الملكي دائما في بحث وإصرار على البقاء ضمن طابور المقدمة، يريد العودة إلى صدارة الترتيب العام لبطولة المحترفين في موسمها الثاني. الفوز سيصعد به إلى المركز الأول مقاسمة مع فريق الوداد البيضاوي، وبالتالي فإني نقاط مهمة في انتظار مباراة الرجاء البيضاوي يوم غد في رحلته إلى مدينة الحسيمة من أجل إسمام منافسات الجولة 13. إذن المباراة يدخلها الفريقان بالتشكيل التالي. بالنسبة لفريق الجيش الملكي، علي قروني، مصطفى المراني، ياسين كردي، يونس حمال، عبد الرحيم شاكر، أيوب برحيم، صلاح الدين عقال، عزيز جنيد، هشام الفتحي، المهدي النغمي، ومصطفى اليوسفي. في الاحتياط محسن عبد المؤمن، عبد الرحمن الحواصلي حارس المرمى، طارق النجار، احمد فتحي، اللاعب محمد الشيخي، عبد الرحمن البرقي، ومحمد الجعواني، المدرب والاطار التقني الوطني عبد الرزاق خيري، والمدرب المساعد الحسن الوداني المعروف بحسينه. بالنسبه لتشكيل فريق النادي المكناسي، الحسين امسان، نبيل ولجي، الياس مداح، زكريا زايد، انيس كمال، كمال فوزي الأغمالي، رضوان جوهري، محمد كامرا، حسن عبد الوهاب، خليل بن حمص، ومحمد أودو. في الاحتياط رضوان أو محمد الحيمر، عدنان برداد، أنس أكشمار، عادل حليوات، رفيق خرباش، وزكريا غرغوش، الابن السابق وابن اللاعب السابق للنادي المكناسي الصنبا، ومدرب ايضا فريق الامل في الدك وفي التدريب الفريق محمد يوسف المريني، والمدرب المساعد مصطفى العسري. ثلاثي التحكيم من عصبه الدار البيضاء، مشعيب الحرش، رضوان عاشيق، وادريس عفيفي. الحكم الرابع عبد المنعم الصادق من عصبه مكناس بلالت، ومندوب المباراه مجيدو او اللاعب السابق للوداد، او عبد المجيد بن حنا باسمه الكامل. اذا هؤلاء هم اطراف الفاعله في مباراه اليوم، مباراه قويه كما اسلفت. الحكم الدولي رضوان بوشعيب الحرش في واجهات الحدث من اجل اعطاء صوره اخرى للتحكيم، التي كانت صوره تزداد نوعا ما نتيجه اخطاء تحكيميه لبعض الحكام في بعض المباريات، نوعا ما كانت اخطاء مؤثره على بعض المباريات. نتمنى انه التحكيم الوطني ايضا يرقى الى مستوى طموحات كل الفاعلين في منظومه كره القدم. وعلى بركه الله تنطلق المباراه بضربه بدايه اولى لفائده فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي طموحه كبير هذا الموسم من اجل المنافسه على لقب البطوله الوطنيه في موسم يبدو فيه التنافس كبير على لقب يبدو غاليا ايضا بالنظر الى معطى احتضان المغرب لبطوله العالم للانديه في نهايه العام المقبل. وبالتالي اللقب هو الذي سيمنح بطاقه الصعود لهذه البطوله العالميه التي سبق لفريق الرجاء البيضاوي ان شارك في نسختها في نسخه سابقه اقيمت بالبرازيل. على اي المباراه تنطلق والموعد متجدد في هذا النزال بين فريقي النادي المكناسي وفريق الجيش الملكي. مباراة تشهد ايضا حضور جماهيري كبير هنا في الملعب الشرفي. هذه محاولة لإفادة فريق النادي المكناسي، كرة في اتجاه اللاعب محمد أودو، لكن في اتجاه الحارس علي قروني. يحاول ان يثبت الاقدام حارسا اساسيا في مجموعه فريق الجيش الملكي.
أثبت مكانته في كثير من المباريات السابقة. المباراة اللي فاتت فريق الجيش الملكي في اتجاه اللاعب الفتحي لكن ضائعة، المباراة في تماس لفائدة فريق النادي المكناسي. فريق النادي المكناسي في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، فوزين، 4 تعادلات و6 هزائم. معطى يعني يبقى يعني دون طموحات كل فعاليات الفريق، إدارة، طاقم تقني، لاعبين وأيضا جمهور. في الموسم الثاني بعد العودة إلى الدرجة الأولى محاولة بعد اللاعب محمد أودو لكن الحارس علي قرولي في المكان المناسب من أجل التصدي للكرة. كرة عند اللاعب صلاح الدين عقال، الهدف الأول لفريق الجيش الملكي ب5 أهداف. ضائعة التمريرة تعود لفائدة لاعب فريق النادي المكناسي. محاولة الصعود هذه اللحظات الأولى للدفاع ديال لاعب فريق الجيش الملكي لكن دون فعالية لحد الآن تذكر في هذه اللحظات الأولى من المباراة. على الصورة يوسف المريني مدرب فريق النادي المكناسي انطلق لهذا الموسم رفقة فريق النادي القنيطري لكن حالة ضعف الإمكانيات لدى فريق النادي القنيطري وأيضا المشاكل الكثيرة التي عانى الفريق لاعبين وأطر تقنية في الإسراع برحيل هذا المدرب الذي كان يؤسس لبرنامج للدفع بمجموعة من العناصر الفاعلة في فريق النادي القنيطري لكن لم يعني لم تكلل المجهودات لأن لم تسيرها إمكانيات مادية كفيلة بإعطاء الأمان للفريق. ضربة خطأ في خط الوسط لفائدة فريق الجيش الملكي. في التنفيذ اللاعب عبد الرحيم الشكير، عبد الرحيم الشكير في تنفيذ صعود أصحاب القامات الطويلة وكرة، كرة كادت أن تغالط الحارس الحسين أمسى من رجل أحد مدافعي فريق النادي المكناسي. كادت أن تغالط الحارس الحسين أمسى الذي انضم إلى فريق النادي المكناسي أخيرا بعد من فريق شباب المسيرة، هو الحارس السابق أيضا لفريق اتحاد زمرخ ميزة الموسم الماضي. ولفائدة فريق الجيش الملكي ضربة زاوية تنفذ قصيرة لمهدي النغمي والكرة تصل عند الحارس الحسين أمسى، الحسين أمسى الذي يريد منه المدرب يوسف المني إعطاء ثقة أكبر لدفاع فريق النادي المكناسي. ولفائدة فريق النادي المكناسي محاولة تسديد من بعيد، محاولة تسديد من بعيد ضائعة من طرف اللاعب خليل بن حمص بعيدة عن خشبات مرمى فريق الجيش الملكي. في جهة المقابلة عبد الرزاق خيري اللاعب الدولي السابق أيضا المدرب الوطني يعني مجموعة من الفرق الوطنية اتحاد توارقة، شباب مسيرة، وداد فاسي، في الفتح الرباطي، فريق شباب ريف حسيمي، جمعية سلا، رجاء بني ملال. أيضا انطلق رفقة فريق رجاء بني ملال خلال هذا الموسم. وبين يعني ودي هجمه نتابع هذه الهجمه لجنيد عز جنيد الحال الهداف الثاني خلال هذا الموسم برصيد 3 اهداف. وتعود عند الحارس القرولي، قلت ان عبد الرزاق اخيرا انطلق رفقه فريق رجاء بني ملال. كانت انطلاقه وبدايه موفقه خاصه على مستوى منافسات كاس العرش، حقق مجموعه من النتائج الايجابيه. تمريره طويله تصل مباشره عند الحارس الحسين امسى قبل وبعد ذلك كان الابعاد استبعد في وقت يعني كان في رحله الحج لكن عاد مره اخرى الى دفه فريق الجيش الملكي. بعد وهي كان هذا تغيير اضطراري على مستوى فريق الجيش الملكي. هذه محاوله في فريق النادي المكناسي وكره ضائعه للاعب محمد اودو وتبعد من طرف الدفاع. يبقى الضغط هذا اللحظات اللي فاتت فريق النادي المكناسي. كره في الجهه اليمنى عند اللاعب كمال انيس، محاوله الدخول الى داخل وسط الميدان الاخماري. كمال انيس محاولات وتماس لفائده فريق النادي المكناسي. اعتقد الحين الحكم يعلنه لفائده فريق الجيش الملكي.
يضعها من اتجاه اللاعب النغمي المهدي النغمي. مجموعة من العناصر يعني الشابة اللي ما زالت يعني تمارس برفقة فريق الأمل المدرب عبد الرزاق خيري. استدعى مجموعة من اللاعبين محمد الشيخي، عبد الرحمن البرقي، محمد الجواني، كلهم عناصر الموجودين في دكة احتياط فريق الجيش الملكي. هذه محاولة خروج الحارس جروني، ويعني كانت هذه خطا بين الجروني واللاعب المراني. محاوله وتسديد، لكن تسديد غير موفق، تعود الكره عند اللاعب اودو في تمريره، لكن مباشره عند الحارس علي جروني. كان يريد ابعاد الكره الى الشرطه للحارس جروني، لانه كاين هناك اعتقد اصابه للحارس جروني في يعني في اللقطه الاخيره ما بين جروني واللاعب مصطفى المراني. يتم انتظار بعض اللحظات لاسعاف الحارس جروني، ونتابع هنا الاعاده. هنا كان يعني التدخل ما كانش تفاهم، اعتقد حتى الحارس ربما الخروج ديالو كان نوعا ما خروج خارج منطقه الجزاء، كان فيها نوع من المخاطره والمجازفه لهذا الحارس. قلت انا مجموعه من اللاعبين تم يعني من العناصر الشابه اللي تم ادماجها ضمن مجموعه الفريق الاول، قلت محمد الشيخي، عبد الرحمن البرقي، محمد الجعواني، وثلاثه موجودين في دكه الاحتياط. هناك ايضا اللاعب اليوسفي الذي مصطفى اليوسفي اللي هو الان ضمن المجموعه الاساسيه يحمل الرقم 28، وكلهم عناصر يعني مدرسه التكوين، مركز تكوين فريق الجيش الملكي الذي يشرف عليه المدير التقني للفريق خالد الموحد، رفقه مجموعه من قدماء اللاعبين الذين يشرفون على الفريق، على الفئات الصغرى لفريق الجيش الملكي. عزيز صمادي على مستوى فريق الامل، محسن بوهلال فريق الشبان، علي التهامي فريق الفتيان، نور الدين بوبو لفريق الصغار، ايضا عادل قريشاتي رفقه الفريق النسوي، ايضا ضمن طاقم عزيز الصمادي في فريق الامل. كلهم عناصر التي يعني تعطي، تحاول اعطاء يعني تدعم يعني التكوين رفقه فريق الجيش الملكي من اجل عوده الفريق العسكري الى واجهه الحدث. ايضا مجموعه من اللاعبين رفقه فريق النادي المكناسي نفس الوضعيه، ثلاث لاعبين من فئه الامل. هذه محاولة لفائدة فريق النادي الكراسي محمد كامارا، لكن تدخل الدفاع تبقى الكرة لفائدة فريق النادي الكراسي. سديدة لكن بين يدي الحارس جروني، سديدة اللاعب رضوان الجوهري. قلت ثلاث لاعبين ايضا من فريق الامل لفريق النادي الكراسي موجودين في احتياط الفريق في هذه المباراة. هناك كل من عدنان برداد، ايضا انس اكشمار، وايضا اللاعب زكريا غروش ابن اللاعب السابق الصامبا محمد غرغوش الصامبا، اللي يشرف على فريق الامل. على ذكر فريق الامل، امل فريق النادي الكراسي فاز بالامس على امل فريق الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف واحد، واحده من النتائج السلبيه القليله لفريق الجيش الملكي للامل اللي هو الان يتصدر ترتيب البطوله. وهذه تمريره جميله من طرف لاعب عقال في اتجاه اللاعب المهدي النغمي، لكن تدخل الدفاع لابعاد الكره وتصل عند الحارس حسين امسى. اذا عمليه جميله، وهذه محاوله لفرد فريق النادي المكناسي. اللاعب حسن عبد الوهاب في الجهه اليسرى، لكن هناك صافره واعلان الخطا يعلن الحكم بوشعيب الحرش، يعلن عن ضربه خطا لفرد فريق النادي المكناسي يمكن ان تشكل خطوره. يد اللاعب فريق الجيش الملكي عبد الرحيم الشاكر على اللاعب عبد الوهاب، على اي القرار التحكيمي اتخذ، وضربه خطا ستنفذ. هناك اللاعب كاميرا، عائد الصد المسافه القانونيه، واللاعب محمد كاميرا في تنفيذ ضربه الخطا تنفذ مباشره بين يدي الحارس علي جروني في سرعة اتجاه اللاعب جنيد. جنيد وحيدا ما لقاش الدعم لتمرير الكرة، تصل الكرة عند اللاعب محمد كبارة لفائدة فريق النادي المكناسي. يحاول الدخول اتجاه
لعب أنيس كمال ومحاولة التسديد جوهري رضوان وماذا هناك؟ هناك صافرة وخطأ على مشارف منطقة الجزاء، خطأ على مشارف منطقة الجزاء لفائدة فريق النادي المكناسي. نتابع الإعادة هنا، نتابع الإعادة هنا، خطأ اللاعب المراني في حق اللاعب محمد كامرا، ضربة خطأ على بعد أقل من 20 متر، حوالي 19 متر بالضبط عن مرمى الحارس علي قروني. من سيتولى التنفيذ؟ الفريق النادي المكناسي في هذه اللحظات بدأ يكثف من الضغط، يحاول أن يبحث عن المنفذ. قلت سابقا أن الفوز مطلب أساسي لفريق النادي المكناسي، حقق لحد الآن فوزين فقط في الجولتين السادسة والسابعة، فقط فوزين، فوز أول على فريق الأولمبيك أسفي هنا بمكناس في الدورة السادسة بهدفين لصفر، وفوز على فريق نهضة بركان بمدينة وجدة بثلاث أهداف مقابل أربعة. أيضا سنتابع ضربة الخطأ، نبيل الولجي يستعد للتنفيذ، أيضا هناك اللاعب زكريا زايد. ضربة خطأ وحائط صد في المسافة القانونية، وهناك أيضا لاعب أنيس كمال وفي التنفيذ وتنفذ، لكن افتقدت للتركيز الكرة بسرعة عند اللاعب عقال، يحاول التمرير اتجاه اللاعب عزيز الجنيد لكن بعيدة مباشرة إلى الدفاع، تصل عند الحسين أمسى حارس المرمى، كرة طويلة في اتجاه لاعب أعودو، ضربة رأسية والشكير، رحيب الشكير، خطأ، خطأ بالفعل، كان هناك خطأ. تنبيه من الحكم الحرش للاعب حسن عبد الوهاب. فريق النادي المكناسي تغيب عنده الفعالية على مستوى الهجوم لحد الآن، 12 دورة ماضية سجل فقط 10 أهداف، هو صاحب ثاني أضعف خط هجوم بعد فريق شباب الريف حسيمي بتسعة أهداف، ويتقاسم هذا المركز رقعة فريق الوداد الفاسي. وعند اللاعب صلاح الدين العقال يحاول الدخول من الجهة اليمنى، يمرر التمرير لكن تلمس رجل أحد اللاعبين، أعتقد هناك زاوية بالفعل، إذا زاوية لفائدة فريق الجيش الملكي من الجهة اليمنى. فريق الجيش الملكي سيحاول ان يمتص الضغط في اللحظات الاخيره، تنفذ المحاوله، ضربة راسية، والهدف، والهدف الاول لفائدة فريق الجيش الملكي الدقيقة 15، الهدف الاول والمسجل اللاعب عزيز جنيد، عزيز جنيد يسجل الهدف الاول لفائدة فريق الجيش الملكي، فرحة جمهور فريق الجيش الملكي الذي صاحب الفريق الى مدينة مكناس. اذا ضربة خطأ أو ضربة زاوية تنفذ يعني سريعة وضربة رأسية موفقة لهداف الفريق في الموسم الماضي عزيز جنيد يسجل الهدف الأول. نتابع الإعادة هنا، ضربة رأسية أولى من اللاعب النغمي وفي المكان المناسب اللاعب القناص عزيز جنيد بضربة رأسية جميلة. نتابع الإعادة، ضربتين رأسيتين مباشرة نحو شباك فريق النادي المكناسي، إذا هدف دون مقابل سيعطي يعني طابع آخر لهذه المباراة. فريق النادي المكناسي سيبدأ رحلة البحث عن هدف التعادل، مجبر على خوض هذه المحطة. لخملي في وسط الميدان عند اللاعب نبيل الولجي، تمريرة طويلة داخل في اتجاه منطقة الجزاء، الضائعة، كرة في وسط الميدان لفائدة فريق الجيش الملكي عند اللاعب مدين نغمي، صلاح الدين عقال في تمريرة في اتجاه اللاعب أحمد الفتيحي، تدخل الدفاع. بطبيعة الحال هناك غيابات كثيرة من فريق الجيش الملكي، كرة عند اللاعب أحمد الفتيحي تقتص، ما زالت الحيازة لفائدة فريق الجيش الملكي، وضربة خطأ، ضربة خطأ بعد خطأ ارتكبها في حق اللاعب أيوب برحيم. قلت مجموعة من اللاعبين، مجموعة كبيرة، القديوي السعيدي بالاخضر، البقالي المسكيني العلاوي،
عناصر لها مكانتها ووزنها في مجموعة المدرب عبد الرزاق خيري بطبيعة الحال، الذي جاء بعنوان ليقود الفريق بعنوان الاستمرارية، استمرارية العمل الذي أسسه المدرب الوطني رشيد الطوسي في المرحلة السابقة. برنامج الجديد، برنامج العودة إلى واجهة الحدث. فريق الجيش الملكي بصم على بداية انطلاقة قوية لمغايرة للمستويات نوعا ما المتوسطة التي ميزت الفريق في المواسم الأخيرة. يريد العودة إلى واجهة الحدث. فريق غاب عن منصة التتويج على مستوى البطولة الوطنية منذ موسم 2008، آخر لقب على مستوى البطولة الوطنية رفقة المدرب مصطفى مديح. محاولة في فريق الجيش الملكي اتجاه اللاعب احمد الفتيحي، تضيع تدخل الدفاع فائدة فريق النادي المكناسي اتجاه اللاعب محمد اودو، وصافرة الحكم بوشعيب الحرش لإعلان عن ضربة خطأ لفائدة فريق النادي المكناسي، تنفذ بسرعة عند اللاعب رضوان الجواري. رضوان الجواري اتجاه اللاعب الولجي، يحاول الدخول من الجهة اليسرى، تمريرة والدفاع، دفاع فريق الجيش الملكي يونس حمال، اللاعب اللي اعطى ايضا دفع لدفاع فريق الجيش الملكي بقيمه كبيره يلعب يونس حمال. منطقة جزاء فريق الجيش الملكي، الدفاع يتدخل، تبقى الحيزة لفائدة فريق النادي المكناسي، تمريرة جانبية وتدخل لعلي القروني. علي القروني يتدخل بسرعة، شاكير عبد الرحيم شاكير تمريرة اتجاه اللاعب صلاح الدين عقال، محاولة صلاح الدين عقال خطير، جنيد داخل منطقة الجزاء، التسديد، تأخر اللاعب جنيد، تأخر في استغلال العملية الهجومية وسرعة اللاعب صلاح الدين عقال تعطي قيمة كبيرة لهجمات الفريق العسكري. لاعب سريع جنيد كان ممكن أن يعزز رصيد فريق الجيش الملكي في هذه اللحظات. ضربة زاوية تنفذ، الإبعاد من طرف الدفاع، ضربة رأسية. فريق دفاع فريق النادي المكنسي ربما تأثر بالذهاب اللاعب المهدي بلعروسي لفريق المغرب الفاسي. بعد اللاعب رضوان الجواري تمريرة اتجاه اللاعب اودو، حاولات الدخول من الجهة اليسرى، تمريرة طويلة ومباشرة إلى دفاع فريق الجيش الملكي، تبعد مباشرة إلى التماس. هناك لاعب من صوب فريق النادي المكناسي سقط على الارض، حكم سيطلب الاسعاف، دخول الطاقم الطبي لفريق النادي المكناسي. فريق الجيش الملكي برصيد 23 نقطة في المركز الثالث مؤقتا. المركز الثالث 6 انتصارات 5 تعادلات هزيمة واحدة في مواجهة فريق الوداد الفاسي، سجل 14 هدفا وسجل او تلقى شباكه 7 اهداف، هدف اللاعب جنيد الاخير هنا في مرمى النادي المكناسي هو الهدف 15 لفريق الجيش الملكي في الدورات 13 لحد الان. كرة في خط الوسط لفائدة فريق الجيش الملكي، يسيطر فريق الجيش الملكي على خط الوسط لحد الان. مهدي النغمي تمريرة ضائعة تصل عند اللاعب زكريا زايد، تمريرة طويلة اتجاه اللاعب محمد كامارا ضائعة عند اللاعب النغمي، تمريرة طويلة اتجاه اللاعب احمد الفتيحي، ضربة رأسية واعتقد زاوية بالفعل، زاوية لفائدة فريق الجيش الملكي. ضربة زاوية أخرى، نخوض زمن الدقائق 22، أعتقد
كان هناك تبديل في تبديل سوى فريق النادي المكنسي على اي ورقة يعني الورقة التي منحت لنا فيها اخطاء على مستوى ترقيم اللاعبين. فريق الجيش الملكي محاولة الدخول لأن كرة في التماس لفائدة فريق النادي المكنسي. الحكم مشعب الحرش ومساعدي رضوان عشيق عاملين تسديده لكن بعيده عن مرمى الحارس علي قروني. علي قروني طويلة في اتجاه عزيز جنيد تدخل الدفاع من طرف اللاعب زكريا زهيد كرة خارج خط الجانبي لاعب بن حمص لكن هناك تماس لفائدة فريق الجيش الملكي. في تنفيذ اللاعب ياسين الكردي تلعب النغمي تمريره في اتجاه اللاعب عزيز جنيد مره اخرى داخل منطقه الجزاء لم يتعامل بذكاء مع هذه الكره حصلتها المدرب عبد الرزاق خيري الشكير من عند اللاعب المراني في خط الوسط كره تمرر بين اللاعبين قرار تحكيمي بطبيعه الحال والخطا ارتكب على اللاعب مصطفى اليوسفي احد العناصر الشابه والواعده في تشكيل فريق الجيش الملكي ياخذ فرصته وبالتالي يعني الغيابات احيانا تفتح بعض المجالات لبعض اللاعبين لاخذ رسميتهم في بعض المباريات عليه من القضاض على مثل هذه الفرص وعند اللاعب محمد اودو ما عندوش يعني حلول كثيره يعني ضغط اللاعبين وهنا محاوله التمرير محاوله التمرير والدخول من الجهه اليمنى أنيس كمال أنيس كمال يراوغ يحاول التمرير أنيس كمال وأعتقد ما كانش خطأ ورمية شرط لفائدة فريق الجيش الملكي ما كانش خطأ بالفعل الحكم يطلب مواصلة اللعب الدقائق 26 تمريرة طويلة باتجاه اللاعب عزيز جنيد دائما ياسين مداح اسم مداح تمريرة كان هناك خطأ لفائدة فريق النادي المكنسي النادي المكنسي الذي عليه أن يسابق الوقت بحثا عن هدف التعادل في وقت مبكر ضربة خطأ جانبية تنفذ سريعا لاعب أنيس كمال أنيس كمال عند اللاعب بن حمص خليل تمريرة داخل منطقة الجزاء وللدفاع يبعد الكرة عند اللاعب اليوسفي فتيحي اللاعب ياسين الكردي صلاح الدين عقال وخطا لفائده اللاعب صلاح الدين عقال ياسين كردي في تنفيذ ضربه الخطا الظهير الايسر لفريق الجيش الملكي هذا الموقع الذي تناوب عليه يعني لاعبين كبار اخص بالذكر عبد المجيد المريس وعبد الكريم الحضريوي لاعبين من طراز الرفيع والرفيع جدا لاعبين الالقاب احرزوا مجموعه من الالقاب رفقات الفريق الجيش الملكي
واحد في فترة الثمانينات والآخر في فترة التسعينيات. الكرة تعود عند الحارس الحسين أمسى. مرر التمريرة داخل فوسط الميدان عند اللاعب محمد أودو. عند اللاعب رقم 13 اللاعب بن حمص خليل. ضربة خطأ لفائدة فريق النادي المكنسي. ستنفذ أكيد ستنفذ داخل منطقة الجزاء بحثا عن أصحاب القامات الطويلة. هناك اللاعب محمد أودو بقامة طويلة يمكن الاعتماد عليه. هناك أيضا مهارة اللاعب كامارا. تمرير داخل منطقة الجزاء. وماذا هناك؟ ماذا هناك؟ هناك لمسة. ماذا هناك؟ أعتقد تسلل. هناك تسلل. تسلل أعتقد اللاعب محمد أودو. متابع الإعادة هنا. القرار التحكيمي وكان هناك تسلل. لا بالفعل هناك تسلل للحكم رفع اليد ديالو. شي ضربة مرمى. تمريرة طويلة من الحارس علي قروني وضربة خطأ لفائدة اللاعب أحمد الفاتحي أو هشام الفاتحي عفوا. هشام الفاتحي اللاعب السابق لفريق اتحاد زمور خميسات وأيضا فريق الفتح الرباطي. ضربة خطأ من الجهة اليمنى. جنيد مسجل الهدف الوحيد لحد الآن لفائدة فريق الجيش الملكي في الدقيقة 15. ضربة خطأ تنفذ مباشرة داخل منطقة الجزاء والإبعاد من طرف دفاع فريق النادي المكناسي. كوردي بضربة رأسية ولكن هناك خطأ ارتكب على لاعب فريق النادي المكناسي خليل بن حمص. تنفذ ضربة خطأ من طرف اللاعب إلياس مداح. خليل بن حمص عند اللاعب إلياس مداح مرة أخرى. إلياس مداح يبحث عن اللاعب أودو. ضربة أو تمرير داخل منطقة الجزاء والإبعاد من طرف لاعب فريق الجيش الملكي اللاعب اليوسفي. يبعد الخطر وكرة في نقطة الزاوية لفائدة فريق النادي المكنسي. ضربة زاوية والبحث مرة أخرى عن أصحاب القامات. البحث والتنفيذ وضربة رأسية من طرف اللاعب اليوسفي مرة أخرى يبعد الكرة. ومن يعلن الحكم؟ يعلن الحكم التسلل. تسلل اللاعب لاعب فريق النادي المكنسي مع الحكم الدولي رضوان عشيق. الحكم الذي مثل المغرب في مجموعة من التظاهرات الرياضية الدولية كأس العالم كأس أفريقيا يعني مجموعة من البطولات. واحد من أبرز الحكام المساعدين كرة لفائدة فريق الفاتحي. تسديد التسديد هنا ولكن بجانب القائم الأيمن لمرمى الحارس حسين أمسى. الدقائق 30 15 دقيقة يعني متبقية على زمن الشوط الأول. هنا تسديدة اللاعب هشام الفاتحي. الحسين أمسى في تنفيذ ضربة المرمى. مباشرة في اتجاه اللاعب أودو بضربة رأسية. دفاع الجيش الملكي يقظ يبعد كل الكرات. كرة لفائدة النادي المكنسي محاولة الدخول. هناك راية وتسلل. رضوان عشيق على الصورة ومحمد أودو. مصطفى المراني بتنفيذ ضربة الخطأ. مرر طويلة باتجاه اللاعب عز جنيد. متابعة اللاعب عقال لكن بعيدة مباشرة إلى التماس خارج الخط الجانبي. تماس لفائدة فريق النادي المكناسي. لاعبي فريق الملكي يضغطوا في منطقة الهجوم تحت الكرات عند اللاعب خليل بن حمص. حاول الإبعاد تصل الكرة خارج تماس لفائدة فريق النادي المكنسي. كمال أنيس اتجاه اللاعب أودو. خطأ لفائدة فريق النادي المكنسي لفائدة اللاعب أودو.
الحريص في تنفيذ ضربة الخطأ هنا دائما من النقطة. الضربات الثابتة يمكن أن تكون مصدر التغيير في فريق النادي المكنسي بالنظر لصعوبة الاختراق في دفاع فريق الجيش الملكي. هذه محاولة كرة داخل منطقة الجزاء، اللاعب محمد كامارا، محمد كامارا يحاول المراوغة، يعني أفرط في المراوغة، كانت محاولة تسديد ممكن تكون الحل الأنسب. والمديء النغميت مدير في اتجاه اللاعب هشام الفاتحي، ولكن راية وتسلل، راية وتسلل للاعب هشام الفاتحي، وخروج موفق للحارس الحسين أمسى. هنا المدرب يوسف المليني ينتفض، كان يعني بإمكان هذه الهجمة المرتدة أن تكون يعني فاعلة في تسجيل هدف ثاني لفائدة فريق الجيش الملكي. نبيل الولجي تمريرة اتجاه اللاعب أودو، متحرك اللاعب محمد أودو، صلاح الدين عقال بالكعب من اللاعب هشام الفاتحي، ضائعة لخمالي، لخمالي في خط الوسط من اللاعب محمد أودو في الجهة اليسرى، محمد أودو يحاول السيطرة على الكرة لكن كرة جوزت خط المرمى، ضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي. الدقائق 34، هدف دون مقابل. نتابع الكرة، بالفعل الكرة جوزت يعني خط المرمى كما مثبت على الصورة من خلال الإعادة. علي قروني الحارس الذي استخدمه المدرب يوسف المريني الى فريق شباب هوارة في الفترة التي كان يشرف على تدريب فريق شباب هوارة، ومن هناك يعني لفت انظار مسؤولي فريق الجيش الملكي الذي انتدبوه خلال الموسم الماضي، وهو الان يعني بعدما كان كما قال لي المدرب يوسف المريني كان الحارس الثالث لفريق ايتم اللول، ها هو الان الحارس الاول لفريق الجيش الملكي. ولكل مجتهد نصيب بطبيعة الحال، ولفائدة فريق الجيش الملكي، حاول الدخول والصعود وتأمين هدف الفوز وتأمين يعني نقاط المباراة المهمة، لن تكون سهلة في هذه المباراة. لاعب كردي عند صلاح الدين عقال، بدي وضع اللاعب ايوب برحيم، تمريره مباشره خارج خط المرمى، ضربه مرمى لفائده فريق النادي المكنسي. فريق النادي المكنسي ما زال يبحث عن ايقاع في مبارياته المحليه، لحد الان يجد صعوبه داخل الميدان. فريق النادي المكنسي عنده فوز واحد، 3 تعادلات وهزيمتين داخل الميدان، مني بالهزيمة في مناسبتين. كرة ضائعة للاعب صلاح الدين عقال، محمد كامارا بدوره يرد الكرة لفائدة فريق الجيش الملكي. أما فريق الجيش الملكي على مستوى المباراة خارج القواعد فسجل فوزين خارج القواعد، 3 تعادلات مقابل خسارة واحدة في مواجهة فريق الوداد الفاسي، وهي الخسارة الوحيدة له لحد الآن على مستوى هذه الدورات 13 الأخيرة. وعند اللاعب هشام الفاتحي يمرر تمريرة داخل منطقة الجزاء لكن تبعد من طرف الدفاع. صلاح الدين عقال مرة أخرى يسيطر على الكرة في خط الوسط، هشام الفاتحي عند اللاعب برحيم تجاه اللاعب اليوسفي، هناك في الجهة اليمنى عبد الرحيم الشاكير عند اللاعب عقال، لمسة واحدة لكن تدخل دفاع فريق النادي المكنسي لإبعاد الكرة إلى التماس لفائدة فريق الجيش الملكي. فائدة فريق النادي المكنسي يعلن عليها الحكم بوشعيب الحرش. شاكير عند اللاعب هشام الفاتحي، رحيم الشاكير. فريق الجيش الملكي دوري خاض مجموعة من المباريات في الأسابيع الأخيرة منذ مباراة ضد فريق أولمبيك أسفي،
يعني باشر مجموعة من المباريات، 7 مباريات على مستوى البطولة الوطنية يعني في أقل من أسبوعين. إضافة إلى يعني المباراة يعني اللاعبين الذين انضموا إلى المنتخب الوطني في مباراته المنتخب المحلي في مباراة الودية ضد منتخب النيجر. وهذه محاولة أوه المحاولة خطأ في الدفاع فريق النادي المكناسي، وعز جنيد مرة أخرى يضيع يعني ما لا يضيع. كان يعني كانت محاولة سانحة لتسجيل هدف ثاني، لكن يعني كان تسرع من طرف اللاعب عز جنيد الذي لم يستغل الفرصة. كان هناك اللاعب هشام فتحي ربما في وضعية أحسن، لاعبين من فريق الجيش الملكي ساقطين على الأرض، الفاتحي وأيضا صلاح الدين عقال، وعند اللاعب المدي النغمي. المدي النغمي في اتجاه اللاعب جنيد، الكرة متواصلة واللعب متواصل، كرة عند اللاعب محمد أودو في جهة اليسرى. محمد أودو يحاول الدخول، يحاول البحث عن ممر في دفاع فريق الجيش الملكي، يمرر داخل منطقة الجزاء. كمال أنيس، كمال أنيس تمريرة بدوري يمرر داخل منطقة الجزاء، وضربة رأسية للاعب محمد أودو، لكن بسرعة عند الحارس علي جروني تجاه اللاعب صلاح الدين عقال. عقال بدوري لم يسيطر على الكرة بشكل سليم. برحيم عند اللاعب جنيد، جنيد بسرعة عند اللاعب صلاح الدين عقال، محاولة لفتح فريق الملكي، محاولة محاولة أوه والهدف الثاني لفائدة فريق الجيش الملكي هو المسجل صلاح الدين عقال. هجمة مرتدة سريعة جدا، لمسة واحدة والهدف الثاني لفائدة فريق الجيش الملكي. الدقيقة 39 تحمل الأنباء الصارة لفائدة فريق الجيش الملكي، والهدف يقع كيني كقطعة ثلج باردة في ليلة ما فيهاش يعني ما كاينش يعني برودة الطقس على مستوى مدينة مكناس. وهذا الهدف بطبيعة الحال لا يخدم مصلحة فريق النادي المكناسي. على أي صلاح الدين عقال يسجل الهدف الثاني، يتابع الإعادة، يسجل الهدف الثاني ويرفع رصيده الشخصي إلى 6 أهداف في قائمة هدافي البطولة الوطنية. هناك لاعب من فريق النادي المكناسي ساقط على الأرض، أعتقد لاعب محمد أودو. إذن الهجمة المرتدة كانت فاعلة لفائدة فريق الجيش الملكي من أجل تسجيل هدف، هدف ثاني يعزز رصيد فريق الجيش الملكي في هذا الشوط الأول. يضرب بقوة فريق الجيش الملكي، يبحث ربما عن فوز آخر، فوز الثالث له خارج القواعد. سجل فوزين خارج القواعد على حساب فريق الدفاع الحسن الجديد في الدورة الرابعة، وعلى حساب فريق رجاء بن ملال في الدورة السادسة، وهو في الطريق ربما يقطع الآن نصف الطريق في هذا الشوط الأول. المباراة ما زالت مفتوحة ربما على احتمالات متعددة في الشوط الثاني. ننتظر ردة فعل فريق النادي المكناسي من أجل العودة في نتيجة هذه المباراة المهمة. ليست سهلة، لكن كرة القدم يعني لا تعترف بالمستحيل. الرغبة والإصرار كفيلين بقلب الموازين، لكن فريق الجيش الملكي رغم الغيابات اللي غيابات مؤثرة يعني بالنظر لقيمة العناصر المستبعدة سواء بسبب جمع البطاقات الصفراء أو بسبب الإصابة حال اللاعبين القديوي وأسعيدي بسبب جمعهما ل4 إنذارات في المباراة السابقة، وأيضا بسبب الإصابة بالأخضر البقالي المسكيني العلاوي، كلها يعني عناصر لا مكانتها. لكن يعني العناصر البديلة اليوم على الأقل إلى حد الوقت 41 دقيقة من الشوط الأول يعني تؤكد مكانتها وتريد استغلال الفرصة من أجل يعني إثبات الذات والمنافسة على مقعد في داخل منظومة الفريق. على أي الفريق عنده يعني مجموعة من يعني المحطات التي سيتبارى خلالها في هذا الموسم. كانت المحطة الأولى على مستوى مسابقة كأس العرش، انتهى بها وصيفا لفريق رجاء البيضاوي الذي توج باللقب عبر محطة ضربات الجزاء. هذه محاولة لفت فريق الجيش الملكي، الفاتحي يبعد كرة إلى التماس. هناك لاعب يعني من النادي المكناسي ساقط على الأرض، قلت محطات كثيرة
البطولة كأس العرش أيضا كأس الكاف. ففريق الجيش الملكي سيخوض يعني الدور الاول عفوا من الدور التمهيدي، سيخوض مباراه الدور الاول في كاس كاف في مواجهه الفائز من فريقي النصر الليبي ونادي الخرطوم السوداني. مباراه مبرمجه ذهابها في 16 من مارس المقبل والاياب في 6 من ابريل. تمثيلات كره القدم المغربيه في هذه البطوله الافريقيه في كأس الكاف، الجيش الملكي والوداد البيضاوي. الوداد يواجه في الدور الأول أيضا الفائز من مباراة نادي الجمارك السنغالي وموغاس 90 من البنين. الفائز منهما سيواجه فريق الوداد البيضاوي في كأس الكاف، فيما المغرب التطواني والفتح الرباطي ممثلي المغرب في عصبة الأبطال. الجمهور يعني يحتاج بسبب يعني ضعف نتائج فريق النادي الفرنسي في بدايه هذا الموسم، بدايه موسم صعبه. الشاكير تمريره طويله باتجاه اللاعب هشام الفاتحي في الجهه اليمنى، هشام الفاتحي وخروج موفق للحارس الحسين امسى. هجمات مرتده سريعه يمكن ان تقلب يعني وتعمق جراح فريق النادي الفرنسي في هذا الشوط الاول. دقيقتين الى نهايه الشوط الاول لحد الان، انتظار ما تحتسبه ابو شعيب الحرش وقتا بدل ضائع في هذا الشوط الاول. تبعد الكره بضربه راسيه من طرف لاعب ياسين كردي. ياسين كردي كره في وسط الميدان، اخذ والرد بين لاعبي الفريقين. الياس مداح ضائعه وانطلاقه هشام الفاتح مره اخرى. هشام الفاتح هناك اللاعب يطلب الكره، اللاعب جنيد، لكن تدخل الدفاع، تدخل الدفاع، الهجمات المرتده، سرعه الفاتحي، صلاح الدين عقال وجنيد والدعم من العناصر داخل الملعب، كلها يعني معطيات كفيله باعطاء يعني ان تشكل خطوره على فريق الليبنسي وصوره معبره. الحكم او كان اللاعب اعتقد الحبوري، عثمان الحبوري يطلب العوده، الحكم لم ينتبه للحبوري اللي كان يتلقى الاسعافات خارج الملعب. ضربه خطا او ضربه زاويه كره عند اللاعب عز جنيد بالكعب في اتجاه لاعب المدينه النغمي عند اللاعب ياسين كردي. ياسين كردي في الجهه اليسرى يحاول يصطاد يعني رميه شرط لفائده فريق الجيش الملكي. كردي في التنفيذ عند لاعب المدينه النغمي ياسين كردي. مرحيم من ضائعه والابعاد، ضغط كبير للاعب فريق الجيش الملكي. يكون عند اللاعب محمد كامر في النادي الفرنسي يحاول الصعود عند اللاعب الخمالي. الخمالي في الجهه اليمنى عند اللاعب الولجي. تمريره داخل منطقه الجزاء والابعاد من طرف اللاعب لاعب فريق الجيش الملكي اللاعب اليوسفي الذي يقدم اداء موفقا في هذا الشوط الاول. 3 دقائق وقت بدل ضائع، احتسبها الحكم بوشعيب الحرش ويرفع اللوحه الحكم الرابع. وكره تصل بين يدي الحارس علي قروني. هشام الفاتحي وصلاح الدين عقال، تدخل الدفاع. 3 دقائق هذا الملعب هنا في الملعب الشرفي عند اللاعب كامارا. كامارا يحاول التمرير ضائعة، كرة عند اللاعب الولجي. ما زالت محاولة البناء في وسط الميدان، كرة عند اللاعب كامارا الآن، الدخول من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء وبعيدة الكرة على اللاعب كمال أنيس، تصل في الجهة اليمنى للتمرير داخل منطقة الجزاء والإبعاد بضربة رأسية للاعب عبد الرحيم الشاكير عند اللاعب هشام الفاتحي. هشام الفاتحي يبحث عن صلاح الدين عقال في الجهة اليمنى، يمرر صلاح الدين عقال السريع، تدخل اللاعب نبيل الولجي. تبقى الحيازة اللي فاتت فريق الجيش الملكي. هشام الفاتحي يحاول الدخول ايضا تمريرة جانبية والحارس الحسين امسى يسيطر على الكرة وبسرعة، كرة طويلة لكن مباشرة في اتجاه اللاعب يونس حمال. يونس حمال بثبات يعيد كرة عند اللاعب مصطفى المراني، اللاعب الذي صنع
رفقة مجموعة المغرب الفاسي، يعني موسمين رائعين، وكان ايضا واحد من صناع يعني الثلاثية، كأس العرش، كأس الكاف، والكأس الإفريقية الممتازة، رفقة الإطار التقني الوطني رشيد الطوسي، ومجموعة مجموعة من اللاعبين، مجموعة من اللاعبين الذين خطب ود مجموعة منهم، مجموعة من الفرق الوطنية، وبالتالي هذا الابتعاد لمجموعة من اللاعبين لفريق المغرب الفاسي خلق إشكال في المجموعة الهجمة اللي فات فريق الجيش الملكي، تدخل للدفاع والكرة يسيطر عليها اللاعب إلياس مداح، الكرة كانت خرجت خارج خط المرمى. فريق المغرب مجموعة من الفرق تعاني في يعني في هذا النصف الأول لمنافسة الموسم الرياضي 2012-2013، وفرق أخرى تعود إلى الواجهة، وموسم سيكون شاق بالنسبة لمجموعة الفرق. محمد أودو في الجهة اليمنى يحاول الدخول من داخل منطقة الجزاء والإبعاد من طرف الدفاع، الإبعاد في الوقت المناسب لدفاع فريق الجيش الملكي، يكون عند اللاعب صلاح الدين صلاح الدين عقال تمريره داخل منطقه الجزاء عند اللاعب جنيد، لاعب جنيد يصل الكره في الجهه اليمنى يحاول التمرير، والابعاد في اخر لحظه، كادت الكره ان تتحول الى مرمى فريق النادي المكناسي. صلاح الدين عقال يخلق متاعب كبيره لدفاع فريق النادي المكناسي. نتابع هنا اللقطة، كرة كان يتلفظ بها كل من جنيد و الفتيحي، ونهاية الشوط الأول الحكم بوشعيب الحرشي يعلن نهاية الشوط الأول بتفوق فريق الجيش الملكي بهدفين دون مقابل. عز جنيد سجل الهدف الأول، وصلاح الدين عقال سجل هدف يعني الهدف الثاني، وعلامة يعني الحسرة بديعة لمحيى المدرب المريني على الصورة. الهدف الأول لفريق الجيش الملكي عزيز جنيد، وهنا الهجمة السريعة، صلاح الدين عقال في حالة انفراد وخروج غير موفق للحارس الحسين أمسى. مشاهدينا الكرام، نودعكم على أمل اللقاء بكم بعد اللحظات في بداية الشوط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.